صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 20 لسنة 2023 بتعيين رئيس تنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تعين الدكتورة لولوى راشد شويطر رئيسا تنفيذيا لمراكز الرعاية الصحية الأولية